استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية. واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء عددا من المشاريع التي تم تنفيذها والتي تستهدف تحقيق قيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وقد أكد سموهما الاهتمام بدعم القطاع الخاص بما يعزز التوجه نحو زيادة حصته في مسيرة التنمية الشاملة، لافتين سموهما إلى حرص الحكومة على تنمية المشروعات التي تدعم الاقتصاد وتنمي السياحة وتبرز تاريخ البحرين وحضارتها. كما استعرض سموهما الجهود التي تتخذها الحكومة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بما يكفل تهيئة البيئة الآمنة التي تشجع على الاستثمار وتدعم الاقتصاد الوطني. Okay.